رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نشكر الإخوة الذين نظموا هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نغتنم فيه الفرصة لنتعارف ونتآلف ونتواصل حباً في الله وحباً في كتابه وحباً في رسوله صلى الله عليه وسلم. واختاروا لهذا اللقاء جزاهم الله خيراً هذا العنوان الطيب، فضائل أهل القرآن، أخذاً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا الحديث الذي أكرم الله فيه أهل القرآن الكريم وشرفهم بنسبتهم إليه، كما نسب المساجد إليه فسميت بيوت الله، وهكذا يعظم الله تبارك وتعالى القرآن العظيم، فهو كتاب الله تبارك وتعالى. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني هم المقربون عند الله عز وجل، هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى، هم الذين لهم المقامات العظيمة والدرجات العالية إذا صدقوا وأخلصوا في عملهم لله تبارك وتعالى. وهذا فيه تشجيع، وأي تشجيع للإنسان، فكل إنسان يود أن يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى، ويود أن يكون متوددا إلى ربه تبارك وتعالى. فمن أراد قرب الله، محبة الله، لطف الله، كرم الله، فعليه بالقرآن. فإذا اقتربت من القرآن، إذا أحببت القرآن، فأنت تحب الله ورسوله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: محبة القرآن علامة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن لله أهلين من الناس، يعني هم صفوة من الناس، ليسوا كل الناس، الله عز وجل هو يصطفيهم، هو يجتبيهم، هو يختارهم. فمن أكرمه الله بحفظ القرآن أو بتجويد القرآن أو بالعناية بالقرآن بأي وجه من الوجوه فهذا توفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله. فلا يغتر ولا يظن أن هذا من عند نفسه، هذا الصوت أو هذا التجويد أو هذا التعليم أو فهذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. فليشكر الله عز وجل على هذه النعمة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ لأنهم استغربوا أن يكون لله أهلين، فخطر على بالهم الأهلية، أهلية الدنيا. فقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وخاصته. والأحاديث كلها تؤكد هذا المعنى، الأحاديث كلها تؤكد أن أهل القرآن هم خاصة رب العزة جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وإلى غير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل القرآن كلمة واسعة تشمل كل مسلم أقبل على القرآن العظيم وأحب القرآن العظيم وخدم القرآن العظيم بأي وجه من الوجوه،
فمن تعلق قلبه بقراءة القرآن فهو من أهل القرآن، من أهل القرآن الذين يتلونه آناء الليل وآناء النهار. الحال المرتحل الذي لا يختم ختمة إلا ويبدأ بأخرى عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن كل شهر أو كل 40 يوم. فالمسلم دائماً في تلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى، وفي قراءة متواصلة لكتاب الله عز وجل، وله بذلك بكل حرف 10 حسنات، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله قاف فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه القراءة تجارة، تجارة مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كيف لا تكون تجارة وكل حرف 10 حسنات؟ تجارة، وتجارة لن تبور، لا تخسر، في ربح متواصل، كل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء تبارك وتعالى. فهنيئا لمن جعل الله في قلوبهم محبة القرآن ومحبة تلاوته، لأن في المقابل أناس عزفت نفوسهم عن تلاوة القرآن أو تثاقلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العاجز الذي لا يستطيع أن يعمل العمل، والكسل يستطيع أن يعمل ولا يعمل، يتهاون يتكاسل. فمن الناس من يتثاقل في قراءة صفحة، وهذا التثاقل من الشيطان، وهذا التثاقل حرمان من الله عز وجل. الله عز وجل لم يشأ له أن يقرأ هذه الصفحة، حرمه منها. فلا يظن أنه هو الذي قصر، ولكن الله سبحانه وتعالى أعرض عنه. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يدعو ربه تبارك وتعالى إذا وجد إعراض يمر عليه اليوم والاثنين والثلاثة ولا يقرأ القرآن. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، بمعنى من لم يقرأ 10 آيات وهي صفحة تقريبا فهو غافل. وكم اليوم من الغافلين، كم اليوم في الناس من الغافلين. فهذه القراءة كذلك الاستماع لكتاب الله تبارك وتعالى. من الناس من لا يقرأ القرآن العظيم ولكنه يحب سماع القرآن، فهو من أهل القرآن، يحب سماع القرآن ويحب سماع تلاوة القرآن من القراء المجودين وأصحاب الأصوات الجميلة، فيخشع ويتدبر ويبكي من خشية الله. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال لابن مسعود عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ المنبع من عندك والقرآن نزل عليك وأنا أقرأ عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذا حب سماع القرآن سنة نبوية وتوفيق من الله عز وجل، أنه أيضاً في المقابل أناس آخرين لا يريد أن يسمعوا القرآن، يريد أن يسمع الغناء، يريد أن يسمع المحرمات، يريد أن يسمع كذا، لكن القرآن يا الله يصيب يعني كآبة، استغفر الله العظيم. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان والعياذ بالله عز وجل. حب الاستماع للقراء ومعرفتهم، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعرف أصحابه بتلاوتهم للقرآن العظيم.
تأخرت عائشة يوما فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قالت كنت أستمع إلى رجل من أصحابك، ما سمعت أحدا يتلو مثل تلاوتي. ما عرفت من هو القارئ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صعب عليه أنه رجل متقن للقرآن وما يعرفه، هذه مشكلة. فخرج عليه الصلاة والسلام معها حتى وقف على بيته واستمع إلى تلاوته، فقال نعم هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. ووقف يستمع لي عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وقف يستمع إلى تلاوتي، وقال له في اليوم الآخر لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن وكان يعرف القراء، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، وكان يكرم القراء. ذهب إلى بيت أبي بن كعب رضي الله عنه وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال يا رسول الله، الله عز وجل سماني باسمي كبيرا، الله عز وجل سماني؟ قال نعم، فبكى من شدة الفرح رضي الله عنه وارضاه، وهو أقرأ الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه. فهل نحن اليوم نستمع للقرآن وإلى تلاوات القرآن؟ نعم، هناك كثير من يستمع ومن يحب، ولكن هناك أيضا من لا يعرف حتى من هو القارئ. هذا قارئ قرآن، يلا يا كثر القراء. لكن من الاهتمام، من اهتمام الإنسان بالتلاوة، من اهتمام الإنسان بالتلاوة يعرف القراء ويعرف المجودين منهم والمتقنين منهم. فسماع القرآن، المحب لسماع القرآن الكريم من الإذاعات ومن الأشرطة ومن وفي المساجد، هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهل القرآن من اشتغل بحفظه وتحفيظه، طلاب حلقات القرآن الكريم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلا شك أن هؤلاء من أهل القرآن، هؤلاء من أهل الله، كيف لا؟ وحفظ القرآن هو أشرف خصائص هذه الأمة، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، قال حفظ القرآن أشرف خصائص هذه الأمة، وحفظ القرآن العظيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا لم يكن الحفاظ هم أهل الله وهم أهل القرآن فمن يكون؟ هم في قمة هذا الشرف وهذه المكانة العظيمة، كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، قالوا الحافظ العامل بالقرآن، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قالت عائشة رضي الله عنها إن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما حفظت كلما ارتقيت آية ترفعك درجة، وما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام، فمن سبقك بآية سبقك ب500 عام. ويتراءى أهل الدرجات في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري في السماء، فين الكوكب الدري؟ فين النجم هذا بعيد؟ كمان اللي سبقك بآية بعيد فوق، آية واحدة، آية واحدة تفرق. وهذا دليل على عظمة القرآن. فحفاظ القرآن العظيم المشتغلين بحفظ حروفه وحفظ كلماته وحفظ آياته وحفظ سوره، هؤلاء يدخلون في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله للقرآن أن حفظ هؤلاء القرآن.
والعجيب أنك ترى من يحفظ القرآن من الأعاجم أكثر من العرب، أكثر من العرب، وترى من الصغار أكبر أكثر من الكبار، 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، أعاجم ويحفظون القرآن من الجلدة إلى الجلدة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله لمن تفكر فيها وتدبر. من أهل القرآن من وفقهم الله سبحانه وتعالى لتجويده وفرغوا جهدهم في ضبط حروفه، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، تعلموا مخارج الحروف، تعلموا صفات الحروف، تعلموا أحكام التجويد، تعلموا هذا العلم الصغير، علم التجويد من أصغر العلوم الشرعية، علم بسيط ولكنه ليس نظري. هذا الدراسة النظرية، تعريف الإدغام وتعريف الإظهار وحروفها وكذا وكذا، كلها أمور تساعد، لكن الأصل التلقي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن والتجويد كما قال علماء الحديث في عرض القرآن على جبريل عليه السلام في رمضان، فكان يعرض عليه القرآن، قالوا يضبط الحروف ويضبط التجويد ويضبط كما قال شراح حديث صحيح البخاري. فالتلقي والمشافهة من فم المعلم يضبط القراءة الصحيحة، فهناك من يقرأ ولكن لا يجود، وهناك من يحفظ ولكن لا يجود، وهناك من حباه الله سبحانه وتعالى وفتح الله عز وجل عليه بتجويد القرآن فهو من أهل القرآن. وكيف لا يكون من أهل القرآن؟ هو منهم، هو ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن، قال العلماء بحفظه وتجويده، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وهذا ابن مسعود، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستمع إلى قراءته وهو يصلي في المسجد، وكان معه أبو بكر وعمر، وقفوا خارج المسجد وابن مسعود يصلي، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا. هذا هو التجويد، التجويد ليس تكلف وليس تنطع وليس تشدد ولا مبالغة، التجويد أن تقرأ القرآن كما أنزل. ألا تريد أن تقرأ القرآن كما قرأه رب العزة جل جلاله، وكما قرأه جبريل عليه السلام، وكما قرأه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أكيد طبعا. فيقرأ القرآن مجود، تقرأه كما أنزل. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، كما أنزل. وهذا من عظمة القرآن، في كل زمان وفي كل مكان تقرأ كما أنزل. المد 6 حركات، 6 حركات كما قرأه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا الضالين 6 حركات، ولا الضالين ناقص كما أنزل، يعني حتى في الحركات، حتى في الغنن، غنة الإدغام، غنة الإقلاب والإخفاء، هذه درجة وهذه درجة. الغنة على 4 درجات، أعلاها الغنة في النون والميم المشددتين، ثم في الإدغام، ثم في الإخفاء، ثم في الميم والنون الساكنتين. يعني ما هي المسألة متروكة ودقيقة جدا. كذلك في التفخيم، في الترقيق، في الراء، هذه مفخمة، هذه مرققة، سبحان الله، تقرأ كما أنزل. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، هذه تحتاج إلى جهد، وليس من تعلم أحكام التجويد أصبح مجود، لا، لكن تجلس بركبك
تجلس على الركب بين يدي المعلم تقرأ ويصحح وتخطئ ويصحح وتخطئ ويصحح حتى تستقيم قراءتك. وطبعا تحتاج إلى المعلم الصادق مخلص الذي إذا سمع خطأ أولا هو يعي أنه خطأ ما تمر عليه. في بعض المعلمين يعني تمر عليه أنت تغلط وتغلط وتغلط وهو ماشي مو داري فين هذا ما تكون دقيق في الأحكام. ثم بعد ذلك يكون أداؤه أداء متقن لأحكام التجويد، يسمع من المعلم ومباشرة يعني يستوعب الملاحظة، يستوعب الخطأ، يستوعب يعني التوضيح ويطبقه. فهذا هو هذا هو التجويد. فلذلك يحتاج إلى جهد، إلى تدريب، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل. هكذا نزل القرآن، ليست المسألة ديكور ولا تجميل ولا تحسين، هكذا نزل، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني مسألة تحتاج تدريب، تدريب، فلا بد يهتم الإنسان. فكذلك المجودون تعبوا على الحرف الواحد شهور وهم يتعلموا حرف واحد ويتقنوا حرف واحد. كذلك من أهل القرآن من حباهم الله سبحانه وتعالى الصوت الجميل، وقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى ابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر، لم يغتروا بأصواتهم، لأن الإنسان قد يغتر بالصوت الجميل ويظن أنه عنده حنجرة ذهبية وحنجرة ما أدري إيش يسموها عندليبية وكذا، ويتخيل نفسه ها وهو يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا عطاء من الله. فإن شكرت الله عز وجل أدام عليك هذه النعمة، إذا ما شكرت سلبها، يسلبها بسهولة، يأخذها بسهولة سبحانه. فلا يغتر من حباهم الله عز وجل هذا الصوت، لكن هم من أهل القرآن إذا شكروا نعمة الله عز وجل وقرأوا القرآن العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن. وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله عز وجل أشد أذنا، يعني استماعا، للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته. فالله عز وجل يسمع لهذا الرجل الذي جمل صوته وحسن صوته. ولا شك أن من أهل القرآن من وفقهم الله تبارك وتعالى لنشر هذه الأصوات من خلال الإذاعات ومن خلال القنوات، وأخذت تنتشر هذه التلاوات. فهؤلاء القائمين على هذه القنوات، قنوات القرآن الكريم، إذاعات القرآن الكريم، منها ما هو تحت إشراف الدولة جزاه الله خير، ومنها ما هو تحت إشراف جهود فردية ومحسنين في أفريقيا، في آسيا، في بنين. رأيت شاب تخرج من كلية الشريعة بنى مسجداً وبنى بجواره إذاعة للقرآن، وفي بنين اللهجات كثيرة جداً، 10 أو أكثر لهجات، فهو يفسر القرآن ما شاء الله تبارك الله بهذه اللهجة ثم بهذه اللهجة ثم بهذه اللهجة، وهو شاب سبحان الله صغير، لكن فتح الله سبحانه وتعالى عليه وبنى هذا المسجد الكبير وبنى هذه الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، وأمثاله كثر. فمن وفقه الله عز وجل لذلك فهذا خير عظيم. والآن تلفزيونات القرآن الكريم، ليس فقط إذاعات، قنوات
ترى فيها الصوت والصورة. هذا كله لا شك من هؤلاء كلهم لا شك من أهل القرآن، لأنه كم يستمع إلى هذه الإذاعة؟ يعني تخيل الواحد هنا منا في المسجد يعني ما شاء الله تبارك الله يحضر 1000 ولا يحضر، وفي البيوت من حولها، لكن في الإذاعة ملايين ملايين يستمعون للقرآن العظيم. فلا شك أن هؤلاء القائمين على هذه الإذاعات وهذه القنوات هم من أهل القرآن، إذا صدقوا وأخلصوا نيتهم لله تبارك وتعالى. لا شك أيضا أن من أهل القرآن من وفقهم الله عز وجل وغرس في قلوبهم حب حلقات القرآن وحب تشجيعها ودعمها. فترى بعض رجال الأعمال سبحان الله إذا طلب منه شيء للقرآن وحلقات القرآن لا يتردد أبدا، يقول هذا أهم شيء، أهم شيء أدعم جمعية القرآن، أهم شيء أدعم حلقات القرآن، أهم شيء أكرم حفظة القرآن، أهم شيء أدعم وقف للقرآن، معهد للقرآن، جمعية مدرسة للقرآن، للبنات للبنين للكبار للصغار. ولذلك انتشرت حلقات القرآن الكريم في ربوع المملكة العربية السعودية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا توجد منطقة ولا محافظة إلا وفيها جمعية للقرآن الكريم، وتمتلك الأوقاف والمدارس والحلقات، شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله يثلج الصدر. أصبح ينتمي لهذه الحلقات 1,000,000 طالب في المملكة العربية السعودية بفضل الله، ثم بفضل دعم ولاة الأمر ورجال الخير والإحسان جزاهم الله خير، الذين بذلوا أموالهم وأوقفوا الأوقاف وتبرعوا وساهموا وأكرموا أهل القرآن، فهم من أهل القرآن، فهم من أهل القرآن. يقول الله عز وجل إنما تجزون ما كنتم تعملون، ويقول عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والجزاء من جنس العمل. فهم من أهل القرآن ويدخلون في هذه الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لولا الله سبحانه وتعالى ثم دعم هؤلاء المحسنين ما كان انتشرت هذه الحلقات ولا قامت هذه المدارس. فلذلك يشكرون وهم من أهل القرآن الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهل القرآن الذين اعتنوا بتفسيره وفهمه ليتدبر الناس معاني كلام الله عز وجل. فعلماء التفسير وعلماء الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والإعجاز البلاغي والإعجاز اللغوي والإعجاز التشريعي الذين تعمقوا في معاني كلام الله سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهناك من العلماء من أفنوا أعمارهم، من العلماء السابقين والمعاصرين، من ألفوا في التفسير مجلدات، الإمام الطبري رحمه الله، الإمام ابن كثير، فلان وفلان، حتى في المعاصرين جزاهم الله خير، والناس يستفيدون من علومهم. وليس فقط تفسيرهم مكتوب، بل حتى أصبح مسموع ومرئي. فينبغي على المسلم أن يحرص على حضور مجالس التفسير، لأنها هي التي تغرس فيه تدبر القرآن والخشوع بالقرآن. فهؤلاء المفسرون أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل القرآن لا شك ولا ريب. كذلك من أهل القرآن من وفقهم الله تبارك وتعالى لإمامة المساجد والتولي هذه المسؤولية العظيمة وهذا الشرف الكبير الذي كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فأئمة المساجد يكفيهم شرفا أنهم خلفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة لا يتصدى لها ويحافظ عليها ويعرف حقوقها وواجباتها ويلتزم بها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، فيسمع الناس كلام الله عز وجل، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره.
خاصة من حفظة القرآن الذين تخرجوا من هذه الحلقات وتخرجوا من هذه الجمعيات وأصبحوا أئمة يصلون بالناس. كان زمان يعني الإمام كل يوم وهو يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما عنده ما يحفظ شيء. الآن ما شاء الله تبارك الله القراء والحفاظ يقرؤون القرآن كل يوم في سورة، وهذا طبعا بلا شك يسمعون الناس كلام الله عز وجل وأحكامه وشرعه وهديه وتوجيهاته الربانية. فهؤلاء من أهل القرآن، من أهل القرآن. وكذلك يستطيع كل واحد منا بقيام الليل أن يكون منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، في الحديث الحسن، من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وفي رواية حسنة قيل: وما القنطار يا رسول الله؟ قال: 12,000 أوقية، الأوقية خير مما بين السماء والأرض. يعني شيء لا تفكر ولا يخطر على بالك مقدار هذا الأجر ولا هذا الثواب العظيم. أهل الليل، أهل قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من الليل فأيقظ زوجته وصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء من أهل القرآن، أهل قيام الليل، يقومون الليل بكتاب الله تبارك وتعالى ولو بركعتين، ولو بركعتين في آخر الليل قبل الفجر، فإن لم يتيسر بركعتين بعد العشاء، بعد العشاء كل واحد يستطيع بعد العشاء، وتنويها نية قيام الليل ويكتب لك أجر قيام ليلة. فكل هؤلاء من أهل القرآن، كل من أحب القرآن، كل من تدبر القرآن من أهل القرآن، الذين يسمعون القرآن فيبكون من خشية الله عز وجل، ويتدبرون معانيه ويفهمون معانيه ويدخل إلى قلوبهم وإلى أرواحهم، فهم من أهل القرآن. وقد يكون الواحد منهم متعلم يفهم معاني كلام الله فيزداد خشوعا، وقد يكون جاهل غير متعلم ولكن الخشوع يملأ قلبه فتراه يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى وهو لا يفهم الكثير الكثير من معاني كلام الله عز وجل. فالمتدبرون كذلك، المتدبرون لكلام الله عز وجل، الخاشعون الذين يبكون من خشية الله عز وجل، هم كذلك من أهل القرآن، كل هؤلاء من أهل القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يمن علينا بفضله وكرمه بأن نجمع بين حفظه وفهمه وقراءته وتدبره والعمل به وخدمته ونشره. ومن أهل القرآن الذين يكتبون القرآن، الذين أعطاهم الله الخط الجميل، كمثل الذين أعطاهم الله الصوت الجميل فهو يقرأ القرآن، كذلك من أعطاه الله خطا جميلا فكتب به القرآن وتسابق على ضبطه وإتقانه ودقته وتعلم أحكام الخط والحروف حتى أتقن كلام الله تبارك وتعالى، فهو من أهل القرآن. ويدخل في هذا بلا شك الذين يطبعون القرآن، والذين ينفقون أموالهم على طباعة القرآن الكريم، كمثل هذه المطبعة المباركة، مطبعة الملك فهد، مجمع الملك فهد في المدينة، التي تعتبر أكبر مطبعة للقرآن في العالم، ويطبع فيها القرآن بأعلى درجة من الإتقان والرقابة والإتقان بفضل الله عز وجل. إذا صدر مصحف من هالمجمع يعتبر قمة، قمة، محل الثقة لدى المسلمين في كل أنحاء العالم. هذا توفيق من الله، وفق الله له ولاة الأمر جزاهم الله خير. كذلك من يطبعون القرآن في المطابع الموثوقة، يشترون من مجمع الملك فهد، يطبعون في المطابع الموثوقة مئات الألوف من المصاحف ويرسلونها إلى المحتاجين في أفريقيا، في أفريقيا في بعض القرى لا زالوا إلى اليوم يكتبون القرآن بأيديهم، لا توجد لديهم مصاحف،
يكتبون القرآن بأيديهم على ألواح الخشب، ومنهم من يكتبه على الورق، ومنهم من يرسل إليه مصحف فيمزقه صفحة صفحة. انت خلي معاك صفحة وهذا معاه صفحة، لأنه ما مصحف واحد في قرية. فالحاجة ماسة إلى طباعة المصاحف ونشرها، خاصة إذا كان على هامشها تفسير القرآن. فهؤلاء من أهل القرآن الذين انشغلوا بطباعته ونشره وتوزيعه وتوصيله إلى أقاصي الناس في الغابات وفي الجبال وفي الثلوج وفي الجزر في البحار في أماكن نائية لا يصل إليها القرآن، ففرغوا أنفسهم لهذه المهمة، جزاهم الله خير وهم من أهل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يحبب إلينا خدمة القرآن العظيم، وأن يحبب إلينا نشره وتعليمه وبذل أموالنا وأوقاتنا وجهودنا في نشر هذا الكتاب العظيم، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.